تنزودوا المراكز اللي خصها تزوز باللقاح وتكلوا على الله والله يوفق الجميع ان شاء الله. وتنطلبوا اللحو على جميع المواطنين انه يتوافدوا النقاط ديال اللقاح وانه يعني يستافدوا من هذا اللقاح اللي وعدوا الاهميه كبيره لا للصحه ديالهم ولا الوقايه ديالهم ولا الاقتصاد ديال البلاد ويحترموا المواعيد اللي غتعطى لهم. لا حنا دابا تدريجيا غادي تدريجيا لان الفئه العمريه ديال 75 سنه بدينا هنا في ياسمينه وابتداء الاسبوع المقبل غتحلوا نقط المحطه 75 سنه وما فوق لاله اللي غنبداو دابا هذه اليوم في ياسمينه ابتداء الاسبوع المقبل غنزيدوا نحلوا محطات تلقيح كاع الادارات اللي هما في الواجهه غيبداو اليوم بما فيهم صحه داخليه درك ملكي امن قوات مساعده وقايه مدنيه. انا مواطن السن ديالي 80 سنة واليوم جيت باش ندير اللقاح ضد فيروس 19. وشنو هو اللي دفعني لهذا الشيء؟ لأنني أمس شفت بعينيا ملك البلاد بنفسه كيدير اللقاح. ملي رئيس البلاد اللي هو سيدي محمد داير اللقاح وحنا كنشوفوا بعينينا ماشي شي حاجة اللي هي مصورة أو إذا أنا ما بقى لي إلا تانا ندير اللقاح كما داروا سيدنا. هنا كنعملوا إن شاء الله اليوم كنستقبلوا أول دفعة ديال اللقاح ضد كوفيد. غادي نستقبلوا إن شاء الله هنا على المستوصف الصحي ياسمينة ما يناهز تقريبا 23612 شخص اللي غادي يتلقحوا. غنبداو بالفئات اللي هما متعرضين كثير للمرض بما فيهم كبار السن اللي غيكونوا من فوق 75 سنة بالإضافة إلى الناس ديال الأمن وديال السلطات المحلية اللي غيكونوا هما تما في الأوائل اللي غادي ياخذوا اللقاح إن شاء الله. ويكون داكشي تدريجي اوقات العمل غتبدا ان شاء الله من 8 ونص الصباح حتى الاربعة حتى العشية. نخاف من كورونا بالعكس غنخاف من كورونا ما غنخافش من اللقاح ما نخافش من شي حاجة اللي ضد هذه كورونا. السيد مات في اورلاندو مغربي دابا مات البارح اليوم تنشر الخبر مات بكورونا. وتنعرفوا اطباء اساتذة في الطب اللي مشاو مساكن راه تنعرفو شحال من واحد توفى ناس اللي تنعرفوهم اللي تنعرفو خلي اللي ما تنعرفوش دابا هاد الناس اللي تنعرفو ومشاو هنا النيت هنا في خريبكا تنعرفوهم اطباء لا خصهم يشاركوا راه ما كاينش الحل راه ما خصهمش يامنوا بداك الشيء ديال الناس اللي ضد هاد اللقاح وضد هذا هادوك ناس شعبويين ناس شعبويين راه فيروس فتاك بالعكس دابا حنا تنقولوا خص هاد جوج المليون ونص اللي جات ديال اللقاح راه خصنا يزيد الاخر باش كاع الناس تلقح لان هاد جوج المليون ونص ما كافيهاش والشي الاخر راه غادي يجي راه تنشوفوا راه حتى دول عظمى باقي ما وصلش ليها بزاف راه ما كاينش دوله الان في العالم كامل اللي كملت اللقاح علاش لانه خاص اللقاح ما كافيش داكشي اللي كاين حنا راه من الناس البلاد ديالنا المغرب من البلدان الاولى اللي جاها اللي وصل ليها التلقيح راه كاين دول اللي وصلتها 50,000 جرعه ديال التلقيح حنا راه 2.5 مليون دونك هادشي بفضل التدخل ديال جلاله الملك مجهودات جباره ومغاربه اللي تعيشوا برا اللي في هذا الميدان ديال التلقيح اللي حتى هما دخلوا بالوزن ديالهم باش يجينا التلقيح وهم اللي يجي التلقيح نقولوا لهم لا ما بغيناش نلقحوا وفابور ما كاينش زعما شي اداء تنصح جميع المغاربة وبالأخص الناس ديال خريبكا السكان ديال خريبكا اللي عندهم السن واللي عندهم الفرصة باش يديروا تلقيح يجوا يديروه.